Then it seems to me that it might be impossible, granting the position of Syria, which has refused to enter into any kind of discussions at all on this matter, that a settlement might have to be reached between one or two of the Arab states and Israel. Is that conceivable to you? Is there any objection to that from your point of view? That agreement might be reached, for example, by Jordan with Israel separately, or by the United Arab Republic with Israel separately? You know, if we agree about solving or settlement this question between Egypt and Israel alone, this means the continuation of the occupation of the Arab territory in western bank of Jordan and the Golan Heights. Then when we speak about the withdrawal of the Israeli armed forces from the occupied territory, we mean the occupied Egyptian and Jordanian and Syrian territory. So if they only withdraw from one country and continue on the other countries, there will be no solution or settlement. And that is clearly not satisfactory to you. Yes, yes, of course, there must be a complete evacuation from all the Arab territories. جالي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ومعاه رسالة من الرئيس الأمريكي جونسون، وطلب مني أن احنا نوقف الأبحاث الذرية ونوقف التوسع في القوات المسلحة وندي أمريكا حق التفتيش في بلدنا حتى تتأكد من أن هذه الطلبات منفذة. وأيضا نوقف العمل خارج حدودنا، والمقصود بهذا العمل من أجل القومية العربية. ولما رفضت هذا الكلام كان الرد إن أمريكا قررت إنها تسلح إسرائيل. إسرائيل التي أقاموها بين ربوع الأمة العربية ليست إلا رأس جسر للاستعمار يتربص بنا ليجد الفرصة حتى ينقض علينا ويقضي على القومية العربية. احنا ما كناش عرضة للتهديد قبل 5 يونيو، يوم 14 مايو كان التهديد موجه إلى سوريا، ووقف أشكول وقال ان احنا سنتجه الى دمشق، ووقف رابين وقال ان احنا سنتجه الى دمشق اذا لم يتوقف الفدائيين. كنا ممكن نسكت ونسيب سوريا الشقيقة تواجه اسرائيل، ولكن هذا يتنافى مع مبادئنا، وهذا يتنافى مع عقيدتنا على أساس أن المصير العربي مصير واحد. ذهبت بنفسي إلى القيادة العليا للقوات المسلحة، وقلت في هذا الاجتماع يوم الجمعة 2 يونيو أنني أتوقع أن يكون العدوان يوم الاثنين، 5 يونيو، وإن الضربة الأولى تتوجه إلى قواتنا الجوية. اليوم الذي أولاني فيه شعبنا العظيم شرف الثقة الكبرى التي عدلت بها عن قرار كنت قد اتخذته بالتنحي، إن شعبنا بهذا الموقف أثبت أن رقعة من أرضه قد تسقط تحت احتلال العدو، ولكن أي رقعة من إرادته ليست قابلة للسقوط تحت أي احتلال. نحن نعلم أن المبدأ القائل بأن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة مبدأ سليم وصحيح في كل الظروف. لا مفاوضة مع إسرائيل، لا صلح مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا صفقات على حساب الأرض الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني. أريد أن أقول لكم بكل أمانة وصراحة وبإحساس
بالمسؤولية التاريخية أنه مهما كانت محاولاتنا في ميادين السياسة فلا بد ألا تغيب أبدا عن أذهاننا كبرى الحقائق. هذا الكلام قلته في 23 نوفمبر سنة 67، بقوله النهاردة في 23 يوليو سنة 70، أننا نعمل في السياسة ويجب ألا تغيب عنا الحقيقة الأساسية ويجب أن نعمل على تطبيقها. هذه الحقيقة هي أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة.